مثل ما انكم شايفين هلا وير ار وي ناو، اين نحن الان؟ مثل ما تعودنا بكل درس لا سيما الازمنه القواعدي القواعد يعني نعطي تاصيل بالقاعده او تفريع من وين اجى هذا الزمن. تمام، فاللانجوج اللغه تعطي احرف او الاحرف يعني هي اساس اللغه. الاحرف تعطي كلمات، ويرز الكلمات الجمل، الجمل تعطي ناونز اسماء، ادجكتيف صفات، فيربس افعال، والافعال بدورها تعطي باست ماضي او بريزنت حاضر او فيوتشر مستقبل. طبعا الدرس الماضي والباء اللي قبله كان موضوعنا عن البريزنت الحاضر، وحكينا عن البريزنت سمبل والبريزنت كونتينوس. اليوم موضوع درسنا هو الباست، تمام، الماضي الذي ينقسم بدوره الى باست سمبل ماضي بسيط، باست كونتينوس ماضي مستمر، وباست بيرفكت ماضي تام. اليوم محور حديثنا هو عن الباست سمبل الماضي البسيط. راح نشوف هلا تمهيد للدرس. هلا حاليا العنوان هو الدرس هو باست سمبل تنس زمن الماضي البسيط. الهدف من الدرس هو هاو تو فورم ذا باست سمبل تنس، هاو تو فورم ذا باست simple tense. إذا كيف سأتعلم، كيف سأشكل زمن الماضي البسيط؟ كيف أنا بدي أشكل جملة positive تكون جملة مثبتة وأنفي الجملة منفية والسؤال؟ تمام، هذا الشيء راح أتعرف عليه إن شاء الله في درسنا لليوم. طيب هلا عندي مجموعة جمل، مين بيقرأ لي هلا الجمل؟ بدنا هلا قراءة هاي الجمل أمامنا. نعم، بدنا الطلاب تقرأوا لنا هاي الجمل مشان نستنتج القاعدة، نوصل للقاعدة قاعدة الدرس. نعم، يس أمية، تفضلي أمية. I ticket to my فراميل yesterday. Yes. فراميل yesterday. ريم، تفضلي يا ريم كملي. He did not live with his family there 3 years ago. Did she live with her family there 3 years ago? Yes. Ago. Live with family there years ago. Excellent. طيب نعم، أحسنت يا ريم. اللي بعده بيكمل قراءة. يمنى، يس يمنى تفضلي. You talked to your family last Saturday. We didn't talk to our family last Saturday. Did they talk to their family last Saturday. Excellent. إذا نحن شو نستنتج من هاي الجمل؟ رح أرجع أقرأ الجمل، بجوز البعض يعني فهم المعنى أو الجزء أو النص إلى آخره، لكن أنا رح أرجع أقرأ الجمل بشكل سريع. I talked to my family yesterday. تحدثت إلى عائلتي أو مع عائلتي البارحة. He didn't live with his family 3 years ago. هو لم يعش مع عائلته مثلا منذ 3 سنين مضت. Did she live with her family 3 years ago? هل عاشت مع عائلتها منذ 3 سنين؟ It lived with family 3 years ago. إنها عاشت مع العائلة 3 سنين مضت. You talked to your family yesterday, last Saturday. أنت تحدثت مع عائلتك السبت الماضي. We didn't talk to our family last Saturday. نحن لم نتحدث مع العائلة أو مع عائلتنا. Did they talk to their family last Saturday? هل تحدثوا مع عائلتهم السبت الماضي؟ طبعا هي ناقصة عشان استفهم آخر جملة. هلا مين بيعطينا هيك فكرة عن الباست سمبل، عن الماضي؟ شو هو الماضي؟ كيف نحن شكلنا الماضي؟ شو منضيف نحن؟ بالنفي شو منساوي؟ السؤال شو منشتغل؟ استاذ مين؟ استاذ يعني جوة. اني تو تفضلي يا فاطمة. يس فاطمة. انا استاذ فاطمة ولا انا استاذ؟ فكرة عامة عنه انه انا بحكي عن امر صار معي بالماضي ولكن ما استمر معي هذا الامر، يعني انا عملته لفترة معينة وانتهى يعني بالماضي. حلو الكلام، ممتاز. اذا هلا هي الجمل طبعا مثل ما تفضلت يا فاطمه انه كلها حدثت في الماضي وانتهت. انا تحدثت مع العائله، هو لم يعيش او هو عاش الى اخره، هي كلها تشوب الماضي، احداث كلها بدات وانتهت في الماضي. طيب هلا هذا نحن بنسميه استخدام الماضي. الزمن الماضي هو للتعبير عن اعمال بدات وانتهت في الماضي. اما بالنسبه لل نعم بالنسبة للتغييرات، تغييرات الجمل، يعني أنا شو سويت أنا مثلا؟ كيف شكلت الماضي؟ شو أضفت للفعل؟ بالنفي شو ضفت أنا؟ قلت هو لم يعش مع العائلة. He didn't live with his family. بالسؤال نعم شو؟ أستاذ ضفنا last، ضفنا أستاذ ضفنا كلمة الماضي، وقت النفينا كتبنا did not وضفنا كمان last.
ممتاز، نعم أحسنتي، أحسنتي يا فاطمة. إذن بالنفي، طيب رند تفضلي يا رند، شو كنت عم تحكي؟ بالنفي بيكون subject وضفنا did و not، وبيكون الفعل infinitive بالمصدر والتتمي. ممتاز أحسنتي. نحن بنحاول هيك نستخلص بعض الأمور. إذا أول شيء عنا بالجملة الحاضر الماضي البسيط، أول شيء عنا فاعل، بعدين إجا عنا فعل، هذا الفعل ضفنا له ed، تمام؟ مثلا أول جملة I talk to my family، أنا تحدثت مع عائلتي. طيب بالنفي شو قلنا؟ didn't مثلا live، لم يعيش. he didn't live with his family، حطينا didn't مثل ما تفضلت. نعم زي ما تكون didn't live، لم يعني اجى بعد ال didn't مصدر. هلا لو جملة عادي انه هو عاش he lived، اما بالنفي he didn't live. نفس الشيء بالنسبة للسؤال did she live with her family، هل عاشت مع عائلتها او هل هي عاشت مع العائلة منذ 3 سنين. did she live with her family 3 years ago. ايضا بالسؤال حطينا did when في بداية الجملة. استاذ يعني ما في عندنا غير did مع الماضي البسيط. طبعا مع الماضي البسيط هو اسهل من الزمن الحاضر، في عندنا فقط did او didn't، هدول بصيغ النفي والسؤال. بالنسبة للحاضر البسيط يجب ان نستخدم شو؟ لازم نستخدم اما do does او do، تمام؟ يعني او do، تمام. اما بالنسبه للماضي هذا هو اذا نعم استاذ وفي كلمه هاي استاذي اخر الجمله فيها انه بتدل اني هون في زمن نيتو. نعم. النهايه الكلمه بتجي مع هذا الزمن صح. احسنت يا غزالي. هلا هذا السؤال انا كنت راح اساله هلا قبل شوي بعد شوي، هذا السؤال انا كنت راح اطرحه، شو هو الكلمات اللي بتجي مع الماضي البسيط الباست سمبل، شو هي الكلمات اللي بتجي مع الماضي البسيط؟ تفضل يا غزالي كنت عم تجاوب. استاذ هاي كلمه استاذي يسترد البارحه كمان. نعم. نيتو في كلمة يعني بهاي الجمل كتير انعادت هاي الكلمة وجو كأنه جو أجو مضى، وفي عنا كلمة لاست، شو في عنا كلمة لاست وأجو مضى تمام تماما أحسنتي. إذا هدول 3 كلمات بيجوا أكتر شيء مع الماضي البسيط مع الباست سمبل، تمام؟ أكتر شيء بيجي معه هو 3 كلمات يسترد البارحة وأجو مضى ولاست الماضي. نقول مثلا الأسبوع الماضي last week، last Saturday السبت الماضي، last month الشهر الماضي إلى آخره، تمام؟ إذا هذا هو درسنا اليوم.